السلام، من أنت ومن أين جاء العالم؟ بهذين السؤالين بدأت مغامرة صوفي الشهيرة في كتاب جوسين غاردر عالم صوفي، الكتاب الذي تحول إلى فيلم سينمائي ولعبة فيديو، الكتاب الذي بيعت منه أكثر من 30 مليون نسخة ولم تتوقف مبيعاته في ألمانيا منذ ظهوره الأول. أثناء قراءتك لهذا الكتاب تمتلك معلومات كثيرة عن صوفي وعن الفلسفة اليونانية القديمة، وأيضاً أثناء القراءة نحاول اكتشاف هوية المعلم المجهول الذي يقوم بإرسال الرسائل إلى صوفي. من الاقتباسات الجميلة جداً التي تتواجد بين دفتي هذا الكتاب، إدراك الإنسان لجهله هو نوع من أنواع المعرفة، فليس من العيب أن نعترف بجهلنا حول أمر معين. أصدقائي، هل قمتم بقراءة هذا الكتاب؟ إن لم تفعلوا بالتأكيد أنصحكم بقراءته. أنتظر كل آراءكم حوله في التعليقات أسفل المقطع. سلام.